ناس كتير يمكن ما تعرفش كمان ان حضرتك حفيد الفنان القدير عبد الوارث عصر. فواضح كمان من التقرير انه لا اثر في شخصيتك كتير. لا أثر كام؟ طبعا طبعا، أنا اتربيت في بيته أكتر ما اتربيت في بيت أبويا، فيعني قعدت معاه فترة، لحقته فترة لا طويلة اتربيت يعني. في بيته كتير جدا يعني، وكانت مدرستنا جنب بيته، كان هو في الدقي وإحنا كنا في وسط البلد، بيت أبويا كان في وسط البلد في منطقة قصر النيل والحاجات دي، فكان لازم الخميس والجمعة دول نطلع على بيت جده ونبيت هناك ونروح آخر النهار الجمعة وبتاع وحاجات كده. هو لما توفى كان حضرتك عندك كام سنة ساعتها لما هو توفى لا ولا؟ كنت شحط كبير. كبير مش يعني لا لحقته لا لا وفاكره. طبعا اوكي. كان عندي، لا كان عندي حوالي 28 سنة حاجة كده. فحظك حلو ان انت لحقته فترة كويسة. لا انا عاشرته وعاصرته، وهو اللي حببني في حتة لعبة الفن دي، خلي بال حضرتك. طبعا، لان هو حبيتها من احترام الناس ليه، يعني حسيت ان ده شيء كبير قوي، وان الفنان ده شيء له قيمة في المجتمع، من نظرة الناس لحاج عبد الوارث. وانا كنت باخده واوديه للاستوديوهات يعني في ايامه الاخيرة بقى، بعد ما كبرت انا وبقيت يعني يعتمد عليك بقى. يعتمد عليا بالظبط. فكانت نظرة الناس ليهم للاسف احنا مش لاقيينها النهارده، يعني انا بزعل قوي ان احنا مش زي زمان، ما عندناش النظرة دي، الاجلال للفنان. من يعني لما بدأنا نذاكر كده الحلقة بتاعت حضرتك، فشفت مجموعة من اللقاءات النادرة للفنان القدير عبد الوارث عصر. شخصية قوية قوي يعني، وبيتكلم وكل الحوارات باللغة العربية الصحيحة والدقيقة، وبيتكلم على الفن ومقدر ايوه جدا جدا لرسالته كفنان. فهذا الجد بقى كان يعني اللي هو ساهم بشكل كبير جدا في شخصية حضرتك، كان عامل ازاي؟ كان في منتهى الطيبة وفي منتهى الحزم وفي منتهى الشدة وفي منتهى الحنية، ويعني كان خليط من حاجات كتيرة قوي، ويعني كنا نخاف منه ونحترمه ونحبه قوي ونقلده من حبك فيه. يعني انا فاكر ان مثلا ان جده عمره حلو قوي، جده عجزت قوي على كلمه جده دي. عمر جدي ما قال لي مثلا، او كان بيقول لنا مثلا صلي والمش عارف ايه والبتاع والصلاه والصوم والكلام ده، لكن احنا من حبنا فيه بتقلدوه. كنا بنقلده في كل حاجه. انا عرفت ان هو كمان كان حافظ للقرآن وكان بيسجل أدعية كان، كتير لا هو بصوته. ده هو سجل القرآن كله بصوته، بصوته بس للأسف لم يظهر للنور. بس هو كان مسجله لشركة من الشركات، وهو ده آخر عمل عمله في حياته. يعني هو خلصه مثلا في قولي في يناير فبراير سنة 82، وتوفى في إبريل سنة 82. وده يعني اكيد افضل ختام كان بالنسبه له ده كان لهذه بالنسبة له أفضل المسيره ختام. المحترمه أكيد جدا 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 أكيد. جدا، لانه اسمه يعني براند، يعني ما فيش حد شبيه فيه باي شكل من الاشكال، لا شكلا لا ولا اسلوبا ولا طريقه تانية. هو فنان حاجه نادره كده في تاريخ حاجة، الفن. هو كان شامل لكله، ولعلم حضرتك هو كان شاعر شاعر وزجال، ووثق حرب أكتوبر يوم بيوم بأشعاره وأزجاله، وكانت بتنزل، كان في جريدة زمان اسمها جريدة الشعب، وكان مقرها في جاردن سيتي، فكان هو بيوثق يوم بيوم عن أحداث حرب أكتوبر بالزجل بتاعه. الله. وكان معلم، يعني هو كان بيحاضر في مناطق، في حاجات كتيرة يعني غير معهد السينما. وطبعا كان بيحاضر في معهد السينما في فن الإلقاء، وكمان كان بيحاضر في كلية الإعلام جامعة القاهرة، بيحاضر في معهد إعداد الضباط أو قادة ضباط القضاء في الشرطة، فما كانوا في العباسية،
وسمعت مؤخرا ان هو كان كمان بيدرس، انا دي ما كانتش المعلومه عندي، بس في حد من احد المشايخ قال لك ان كان الحاج عبد الوارث بيروح لهم في جامعه الازهر وبيدرس لهم فن ما الالقاء. شاء الله. كان مرحب بفكره دخول حضرتك الفن لا ولا ما كانش مرحب بعد كل ده؟ بعد كل انا الفن اللي ده. انا اللي اصريت. طب ايه كانت مشكلته؟ ليه كان بيقول لك لا؟ لأنه هو عارف ان الموضوع ما كانش سهل، وفعلا هو الموضوع مش سهل، واما كنتش بتحب المهنه دي وبتحترميها وبتخلصي لها هيبقى صعب عليك. لو انت داخله عشان شويه فلوس او شويه شهره او وات ايفر كل الكلام دوت، ده هيبقى صعب عليك قوي ان انت. كان خايف عليك يعني؟ طبعا. مش رافضه للفن ولا حاجه؟ لا هو مش رافضا للفن، ما كانش هو، لان هو يعني هو، لا هو وبعدين يعني هو يعني شاعر بالظبط. وقصاص وسيناريست، كان بيكتب سيناريوهات ويعني كان متعدد ومتشعب، وكان وبيكتب مقالات في الجرايد، يعني هو كان متشعب. بس رغم كل ده مش عايزك تدخل في الفن. لانه هو عارف المصاعب اللي ممكن تقابلك. دخلت على غير إرادته ولا أقنعته ساعتها كان مهم لا بالنسبة هو قال لي لحضرتك؟ بص، عايز تمثل مثل، بس انا ماليش دعوه بيك، وحسك عينك تروح لمنتج او شركه انتاج او مخرج او، وتقول له أنا انا حفيد حفيد فلان. فلان وشغلوني. لو سمعتها دي بقطع الرقبه. وسمعت الكلام. وده انا فضلت مخبي. ايوه، لان هي معلومه في ناس ايوه كتير ما يعني تعرفهاش انا فضلت اصلا لغايه دلوقتي. مخبي. مثلا هو توفى سنه 82، سنه 86 اتذاع لي مسلسل البشاير، الله. فاما نزلت في الشارع لقيت نفسي الناس كلها بتقول لي يا سعيد يا سعيد يا سعيد، انا بقيت الله، انا بقيت نجم بقى. بس فانبسطت قوي، فابتديت اعلن ده، اقول لهم انا حفيد فلان، مش عشان حاجه غير عشان ان انا بتشرف ان انا بالظبط، فخور حفيد بيه. وفخور بالراجل بس هو ده. لحق يشوف اي حاجه من اعمالك هو وراجعك جه اتفرج مره على مسرحيه كده في مسرحيه الطليعه، ايه؟ وكان حقيقة. اسوأ عرض ليا في حياتي. يعني ما كنتش هو ما كانش مشاهد جيد للتلفزيون، يعني هو طول ما هو قاعد في البيت هو بيقرا، كان يعني عنده مكتبه رهيبه، حتى انا تبرعت بجزء كبير جدا منها لمكتبه الاسكندريه. يعني ما لحقش يديلك رأي مثلا تكمل؟ لا ما تكملش لا انت. لا لا، بس انا يعني انا حتى ده انا يعني انا كنت بمثل في الثانوي وفي الجامعه، وخدوني من الجامعه يعني هم اللي خلوني احترف، المخرجين اللي كانوا بيجوا لنا في الجامعه. لكن هو ما لا، وكنت انا مثلا بقعد احفظه ادواره. فحبيت حبيت انك من شويه كلام مكتوبين تعملي شخصيه. دي متعة. شيء